ايه سلامات يا حلوين، حنتابع اليوم كمان past continuous tense. حرد ارجع اذكركم شو يعني past continuous tense. احيانا بيقولوا له past progressive is a verb tense which is used to show that ongoing past action. اوكي، هو شكل من أشكال الأفعال يستخدم لحتى نعبر إنه كان في عمل وكان في حدث أو عمل action كان بشكل متكرر continuous كان عم يصير. Okay, was happening at a specific moment of interruption. كان عم يصير وقت حدث ما قطع حدث تاني حكينا فيها. هذا كله بالماضي، ما تنسوا it's a past. اوكي، نفس مبدأ ال present continuous. ال present continuous هو بالحاضر، ال past continuous نفس المبدأ، في عمل عم يصير متكرر متتابع مع بعضه. I'm eating, I'm running, I'm working. هاي continuous. بس هلا درسنا بالماضي. I was running, I was eating. Okay؟ أو بوقت معين بالماضي. مثال: Last night at 6 p.m. I was eating dinner. الليلة الماضية الساعة 6 I was eating dinner. شو معنات هذا الحكي؟ إذا سمعتوا حدا عم يقول لكم هالجملة هاي، شو معناتها؟ معناتها I started earlier، بلش 5:30، and at 6 p.m. I was in the process of eating dinner. Okay, أنا باكل الدينر تبعي من 5:30 للستة ونص. على الساعة 6 I was eating dinner. في عملية متكررة eating تاخد وقت. نفس الشيء وقت الانتربشن. I was watching TV when she called. Okay، كنت عم بتفرج على التي في عندما اتصلت فيه. هون في interruption. Was watching هو ال continuous. She called هو ال past. I was watching TV، بلشت تشوف تي في الساعة 7. هي اتصلت الساعة 7:30، قطعت الفرجة على التي في. اوكي، فحنضل نشرح ال past continuous tense بالضبط هو مثل ال present continuous tense بس بالماضي وليس الحاضر. اوكي، حصل بالماضي، it's continuous. الفعل continuously running, raining, it was raining all day yesterday. Okay، كان في فعل عم يحدث in prog it's also past progressive، يعني تقدمي تطوري، عم يتطور، عم يحدث الشيء. continuous حدث بده وقت مستمر، continuous. اوكي، اليوم حنركز شلون نعمل yes and no question. yes and no question كتير سهل بال past continuous مثل ال present continuous. كل اللي بعمله اني انا ببدل الاماكن. you were singing to yourself، كنت عم تغني لحالك لنفسك. كل اللي بعمله اني انا ببدل الاماكن، بحط الوير اول وبعد منه يو.
Were you singing to yourself؟ هلأ صار question mark. حتى الطريقة اللي بيحكي فيها بدها تصير as question. Were you singing to yourself؟ هل كنت عم تغني لحالك؟ They were sleeping when you called them. لقد كانوا نائمين عندما أخبرتهم، عندما اتصلت فيهم. اللي بعمله قلنا تغيير. Were they sleeping when you called them? هل كانوا نائمين عندما اتصلت بهم؟ Were they sleeping when you called them? Okay. It was raining when you left the bar. كانت تمطر عندما غادرت الحانة. Was it raining when you left the bar? Question mark طبعا ما بتنسوا الquestion mark. طبعا هون في period. Was it raining when you left the bar? هل كانت تمطر عندما غادرت الحانة؟ الجواب في short answer اللي هو yes or no. Was she working? الجواب yes she was. Yes she was. Oh no she wasn't. كمان period. هذا short answer فيني أنا جاوب بهالأسلوب هذا. ممكن كمان يكون في long answer إذا الواحد بده يشرح. Was it snowing when you arrived? هل كانت تتلج عندما وصلت؟ Yes it was. فيني وقف لهون وجواب صحيح وسليم. أو فيني اشرح. Yes it was snowing when I arrived. لاحظوا. It was snowing when I arrived. Yes it was snowing when I arrived. This is the long answer. أو بقدر No it wasn't snowing when I arrived. كلا لم تكن تثلج عندما وصلت. اوكي ومثل ما قلنا انتبهوا بعد when دائما بيجي الباست معظم الاحيان معظم الحالات بعد when بيجي الباست والcontinuous لحاله بس دائما بعد when بيجي الباست تنس سواء حطيتها اول او حطيتها قبل ما بهم وين حط الوين اجمالا هدول مرتبطين مع بعضهم ودائما قلنا الحدث الطويل هو اللي بياخد الكونتينوس والحدث اللي قطعه هو اللي بياخد الباست snowing لما بتتلج بتتلج لساعة ساعتين ممكن طول النهار ممكن كذا يوم هي عم تتلج فهذا الحدث الطويل It was snowing. When I arrived, عندما وصلت, الوصول عبارة عن ثواني أو دقائق مو أكتر من هيك. Okay? فمعلي أنا بدي كل درس ارجع كرر لحتى فعلا فعلا تهضموا الـ past continuous. درسنا بسيط اللي هو yes and no questions. كل اللي بعمله أني ببدل الأماكن وبلش بالفعل المساعد was أو were طبعا نجي للهومورك أول 10 أسئلة هي rewrite the following statements as yes and no questions عندي statement بدي أكون تقلبوها ل yes and no question نجي لأول واحدة The band was giving a free concert. الفرقة كانت عم تقدم حفلة موسيقية مجانية. Concert. حفلة موسيقية وفري مجاني. الباند فرقة موسيقية. The light was blinking
on and off. Light dull. كان يومد بيشعل وبيطفي. On and off يعني يومد يعني عم يشعل ويطفي، يشعل ويطفي. Blinking. اوكي، مثل لما الواحد بيحرك عيونه، بيسكرهم بيفتحهم. Blinking. You were watching the championship on television. كنت تشاهد البطولة championship on television على التلفاز. They were being careful. لقد كانوا حذرين. It was snowing all day yesterday. All day yesterday. Okay. It was snowing all day yesterday. كانت عم تتلج طول طول اليوم البارحة. عشان هيك عم نحط هنا، لاحظوا هالجملة كتير مناسبة للكونتينوس. طول الوقت ما وقفت. Gabe and Don، شخصين اسمهم Gabe and Don، were singing together. كانوا عم يغنوا معا. They were closing the store. كانوا عم يغلقوا المتجر. نجي ل as young children they were always getting into trouble. As young children، كأطفال صغار، معناتها هلا هن كبار. وعم نحكي على ناس لما كانوا صغار، they were always getting into trouble. يعني كانوا على طول بيوعوا بالمشاكل. لاحظوا always بتجي بالنص بين where وبين getting. Okay. It was snowing when you arrived. هذا المثال أخذناه. Was it snowing when you arrived? You were studying when she called. كنت عم تدرس لما اتصلت. Were you studying when she called? كل اللي بعمله اني انا، او بقدر اقلب اليو لاي على هوا السؤال، او على هوا ما المعنى. الشيء الثاني الجديد اللي ضفته بدي اياكم فعلا تفهموا الكونسبت تبع ال past continuous، لانه حسيت انه في صعوبه بالفهم تبع past continuous. هو I cannot stop laughing. هخلي الكمبيوتر يقرا عشان تسمعوا النطق الصحيح. I can't stop laughing. Mickey was in a strange mood yesterday. He was laughing all day, and nobody knew why. He was laughing during breakfast, and his parents didn't know why. He was laughing when he went to school, and his friends didn't know why. At night, he was still laughing while he was writing his homework. Why are you laughing? His mother asked him. I can't stop laughing because I can't stop thinking about this really funny joke, Mickey said, but I wish I could stop, because my stomach really hurts. اوكي، حوقف لهون. معناتها نحن عم نحكي عن ميكي، واحد اسمه ميكي. Was in a strange mood yesterday. This is simple simple past simple past tense. Mickey was in a strange mood yesterday. Mickey كان بمزاج غريب الأمس. ليه؟ عم يشرحوا لنا. He was laughing all day. كان عم يضحك كل النهار. Laughing. So this is continuous.
He was laughing all day. طبعا عم نحكي نحن على yesterday. عم نشرح حالة ميكي yesterday. And nobody knew why. ولا أحد يعرف لماذا. He was laughing during breakfast. كان عم يضحك أثناء الفطور. Okay. هو عم يأكل الفطور. كان عم يضحك. He was laughing during breakfast. And his parents didn't know why. وأهله أبوه وأمه ما عرفوا ليش. He was laughing when he went to school. لاحظوا هاي الجملة. He was laughing when he went to school. كان عم يضحك عندما ذهب إلى المدرسة. طبعا laughing أطول لأنه هو من الصبح عم يضحك. لاحظوا هاي الجملة. هو مبلش من الصبح. When he went to school, عندما ذهب إلى المدرسة. And his friends didn't know why. وأصدقائه لم يعرفوا السبب. At night, he was still laughing. في الليل كان لا يزال يضحك. كمان still, لاحظوا إجت بالنص. He was still laughing while he was writing his homework. لاحظوا هون شو معنات الجملة. إذا سمعتوها أو أنتوا عم تقروا هالمقطع شو معناته؟ معناته كل الوقت هو عم يكتب وظيفته كان كل الوقت عم يضحك. It's parallel actions. Writing معناته كل وقت الوظيفة أخذت معه الوظيفة ساعة معناته هو كان عم يضحك ساعة. مشان هيك هون اثنين continuous. Okay؟ معناته الوظيفة ساعة واللافينج ساعة. Why are you laughing? انتبهوا لي على هذا السؤال لأنه الدرس القادم هناخد كيف منعمل الكويشن. Why are you laughing? طبعا هذا السؤال صار بالبريزنت. بالبريزنت دائما بالقصص. القصة لما بتكتبي قصة الأم عم تسأل why are you laughing. أوكي ما عم يقول الكاتب the mother عم يشرح شو عملت. لا عم يكتب الكاتب بهاللحظة عم تسأل ابنها ميكي why are you laughing. مشان هيك صارت بالبريزنت. His mother asked him. His mother سألته. طبعا لما بتسأل ابنها شايفته باللحظة نفسها عم يضحك. مشان هيك السؤال بالبريزنت. I cannot stop laughing because I cannot stop thinking about this really funny joke. لا أستطيع توقف الضحك بسبب لأني ما عم بقدر وقف تفكير بهال النكتة المضحكة فعلا. ميكي said but يمكن أنا هون غيرت but I wish I could stop. ولكن أتمنى أن أتوقف because my stomach really hurts. Because my stomach really hurts. معدتي تؤلمني. المحادثة عم يورجونا بالضبط شو صارت المحادثة مشان هيك بالبريزنت. والقصة عم نحكيها بالباست وعم نستخدم الباست كونتينوس. أوكي المطلوب منكم ما المطلوب منكم تقروه لأنه it's not reading class هو grammar. مطلوب منكم تجاوبوا على هالأسئلة. Was Mickey laughing all day yesterday? هل كان ميكي عم يضحك طول النهار الأمس؟ الجواب yes or no.
ولكم الخيار تعملوا short answer or long answer. Was he laughing during lunch? جواب yes or no. Was he laughing when he went to school? Was he laughing at night? هل كان عم يضحك بالليل؟ هلأ why was Mickey laughing? Why? لماذا كان ميكي عم يضحك؟ اوكي؟ بدي اياكم تجاوبوا على هدول الأسئلة وبدي اياكم تقولوا السؤال وتقولوا الجواب. الهدف انكم انتم تتعلموا وتتمرنوا على طرح السؤال وعلى طرح الجواب. تمام؟ الوظيفة هون مو شرط تقولوا الجملة مباشرة. The band was giving a free concert. Was the band giving a free concert? وإشارة استفهام طبعا. فبتكتبوا الجواب وبتسمعوا الجواب. تمام؟ هون بدي اياكم تقولوا السؤال وتقولوا الجواب، لأن الجواب ممكن يكون yes he was, no he wasn't. أوكي؟ فبدي اياكم تقولوا السؤال وتقولوا الجواب. لهون بيخلص الدرس. موفقين. سلامات.